سؤالي المهم، امتى الام تخاف وامتى تروح للدكتور وتقول انا ابني كده متاخر في المشي جدا وما ينفعش، لازم اخد خطوه بعيدا عن خبرات اللي حواليها؟ النقطه دي فعلا لو عدى سنه ونص وابنك مش قادر ياخد اي خطوه، سواء واحده اتنين تلاته، سواء بتشجيع سواء من غير تشجيع، ما بيخطيش ما بيمشيش وعدى سنه ونص، لا ساعتها لازم اكشف عليه. بعد السنه ونص؟ بعد السنه ونص. طب احنا عايزين نعرف بقى يا حنان، ايه اللي يخلي الطفل يتاخر في المشي بشكل جامد كده، عدى السنه ونص وما يخطيش ولا خطوه ولا حتى يقف يتسند؟ طبعا تاخر النمو الحركي عامه اللي هو جزء منه المشي ده ليه اسباب كتيره جدا، اصعبها واشدها موضوع اللي هو النمو الحركي مع الذهني في نفس الوقت. ان لو الطفل ده عنده تاخر نمو ذهني مع عضلي في نفس الوقت، يعني هو كمان مش عارف مامته، مش بيناغي مع اللي حواليه، بعد ما كبر شويه مش بينطق ولا كلمه، يعني لما يعوز الحاجه ما يعرفش يشاور ويقول انا عايز دواء، يعني هو ذهنيا منفصل عن البيئه اللي حواليه، ده بيبقى تاخر نمو، يعني تاخر في النمو الحركي والذهني مع بعض. وده طبعا يعني للاسف بتبقى اسبابه مشكله في المخ نفسه بتاع الطفل، وساعتها بنسال على تاريخ الولاده، هل كان في زنقه ولاده، هل الطفل دخل حضانات اول ما اتولد، طب هو عيط على طول اول ما اتولد ولا خد فتره عقبال ما اخد نفسه، دي كلها علامات ان في نقص اكسجين والمخ اتعرض ليه، وده للاسف بيأثر على الاثنين مع بعض. لو الذهن عندي كويس جدا والطفل عارف مامته، بيناغي مع اللي حواليه وبيهابي على الناس، يخاف الغريب لكن يهابي على اللي عارفهم، يعني علاقته بالبيئه المحيطه كويسه ونموه كويس، يبقى بنفكر ان في مشكله في النمو الحركي فقط، يعني في مشكله في العضلات، في مشكله في الاعصاب، في مشكله في نقص فيتامين د، يعني الغذاء نفسه، يعني عضلاته كويسه كل حاجه بس الغذاء هو اللي فيه مشكله. فنشوف الام بتاكله ايه بالظبط، يعني خاصه بعد 6 شهور ايه اللي بتاكله له، وهل بيتعرض للشمس ولا لا، ونسبه الفيتامين عنده موجوده ولا لا، ساعتها بنبدا نفكر في الغذاء بتاع الطفل نفسه. او مشكله في الاعصاب او مشكله في العضلات، وعلى حسب يعني في حاجه مرافقه للتاخر. هي نقطه لين العظام دي بتبان من البدايه حنان؟ طبعا بتبان، يعني من بعد 6 شهور على 9 شهور كده الطفل بيبدا يبان عنده لين العظام لو هو موجود. ليه؟ يعني اول 6 شهور في الغالب بيبقى فيه نسبه كالسيوم وفيتامين د موجوده لحد ما في لبن الام، ولو طبعا بياخد لبن خارجي بتبقى النسبه موجوده يعني كويسه، لان بيبقى مدعم بالحاجات دي. لكن مشكله في لما بيرضعوا طبيعي شويه بيبقى النقص بيبدا يبان بعد 6 شهور بدا ياكل ايه الطفل، هي دي بقى الاهم حاجه. لان بعد 6 شهور المفروض ياكل حاجات فيها فيتامين د، لان الفيتامين د عندنا مش موجود غير في مصدرين، اما بجيبه من الشمس اما بجيبه من الاكل، 80% بجيبه من الشمس 20% بجيبه من الاكل. فلو هو مش معرض للشمس وفي نفس الوقت الغذاء بتاعه قليل، يعني او ما فيهوش الحاجات اللي فيها فيتامين د زي صفار البيض زي المنتجات الجبن وال، طب شمس الساعة كام بقى؟ لأن كتير من الأمهات لا مش ها مش ها مش هبهدل ابني في الشمس ويتلسع بيها. لازم الشمس تكون خفيفة، فاحنا بنقول لها إن هي الشمس الساعة 8 الصبح دي اللي هي لسه ما بقتش شديدة، معاك لحد 10 مثلا، لسه ما دخلناش في الظهرية والشدة، وفي نفس الوقت الشمس العصاري اللي هي الشمس بتكون خفت فيها تماما. بالظبط، فدي لازم تكون الشمس خفيفة. طب ولو شتاء ما فيش مشكلة، الشتاء بيبقى لابس تقيل عادي وبدفي صدره لكن بشمر له عن أكمامه دراعاته وعن ركبه بس، ونعرضه للشمس الفترة دي يعني يوميا ساعة حتى كل يوم، دي هتقيه تماما من نقص فيتامين د. الى جانب اركز في صفار البيض، لو مش بياكله هتحايل عليه باي شكل، احطه في جبنه، احطه في اي شيء بحيث ان احنا ايه اكله صفار البيض. برضو ببدا في الشهر السابع او الثامن ادخل حاجه اسمها الكبده، سواء كبده الفراخ البلدي مثلا او الكبده الطبيعيه، اهرس اسلقها واهرسها وادي الطفل انواع الخضار المختلفه. كل الحاجات دي فيها فيتامين د، لازم الام تحرص ان الطفل ياكلها. لان لقيت مثلا ام ابنها 9 شهور او سنه وتقول لك ما بياخدش حاجه غير الرضاعه مثلا، لو كان ياكل بسكوته، هي رضاعه بس فعلا، لان كتير من الامهات تقول لك لا انا مش هدخله اكل دلوقتي خالص، لو اكل سيريلاك او بسكوته، طب وبعدين الحاجات دي كلها ما فيهاش اي فيتامين د، فللاسف بيبقى في برضه مشكله في الغذاء في الوقت ده. فدي في الغالب هي اشهر الاسباب، يعني عندي اما مشكله في المخ ودي بتقارن بتاريخ ولاده الطفل نفسه ومعاها مشكله في الذهن مش بس الحركه، لو بقى الحركه بس بندور على مشاكل في الاعصاب او في العضلات او في غذاء الطفل نفسه. تمام، طيب احنا